احنا بقى دلوقتي ننزل بالبيان بتاعنا ووراه الفيديو اللي انا مظبطه. البيان ماشي، الفيديو لا، لسه ناقصه تكه كده عشان لما ينزل اكرم يصدقه. مفيش مانع، اديله التكايه اللي تعجبك. اولا كده مبدئيا البت اللي انت جايبها دي ما تنفعش. ليه؟ وشها مش فوتوجينيك؟ لا طب، علشان هي بتقول في الفيديو انها اشتغلت عندي في البيت. يا فالح، عيالي حافظين كل اللي اشتغلوا عندي، يعني اكرم اول ما هيشوفها في الفيديو هيعرف انها كدابه ونحن مطبخينه مع بعض. يا سلام عليكي وعلى تفاصيلك، اهي دي فاتتني فعلا. انا بس مش فاهم ازاي ايه ما ورثتش منك النباهه دي. سيبك دلوقتي من نباهه بنتي، هبقى احكي لك عنها بعدين. لازم تلاقي بنت اشتغلت عندي فعلا عشان اكرم لما يشوفها يصدق انها صادقه. حاضر، البنت موجوده وجاهزه واجيبها لك حالا لو عايزه. زي الفل، اتفق معها كلمتين اللي هتقولهم عشان تطلع تسجلهم ونخلص بقى. ماشي، بس هو بصراحه كلامك على مباحث الانترنت ده مخوفني، مخليني اقدم رجل واخر رجل. يا شريف يا حبيبي ما تفهمني يا باب، العيال دول لازم يختفوا خالص لغايه الموضوع ما يهدى، وبعدين يعني لازم حد اللي يرفع لك الفيديو تبقى واخد بالك انه يبقى من بره مصر. يا سلام عليكي، وتقولي لي مالكيش في التكنولوجيا، ده انت استاذه. طب بقول لك ايه بقى، في موضوع تاني بقى. ما تقولش وما تتكلمش في حاجه، وتفضل عشان نلحق اللي ورانا قبل الست دي ما تدلت الفيديو ولا تعمل اي حركه من حركاتها. ايوه بس في موضوع مهم عاوز اتكلم. يا حبيبي كل حاجه هتتحل زي ما انت عاوز. تتحل ازاي بس؟ هي بنتك وجوزها دول بتوع حل برضه؟ هيحلوا، انت اللي يهمك مش انهم يتنازلوا عن المحضر والقضيه اللي عملوهم. حاضر، سيب الموضوع ده عليا، يلا عشان تلحق ألفت. ألفت؟ انت عرفتي ازاي ان اللي جت في دماغي هي ألفت؟ شريف يا كوز بنتي، عيب عليك. ده انا عدناك وخبزك من اول ما تقدمت الايه، امال انا وافقت عليك ليه؟ عشان لقيتك شبهي. حبيبتي يا حماتي الغاليه والله. انا بس دلوقتي عايزك تشوف لي كم عيل كده من بتوع السوشيال ميديا بتوعك يكتبوا عليا كلام كده في الصفحه بتاعت الست اللي نزلت الفيديو دي. كلام كده من اللي فيه حلو كده. ويقولوا ايه كده؟ يقولوا كلام في حقك يعني. زي شهيرة علام رمز الاخلاق. هي ده، انا طول عمري بشوف شهيرة علام دي رمز المبادئ كده، سيدة التعليم الاولى. ادخل فهمتيني بقى. طبعا فهمت. حاضر حاضر. بعد اذن حضرتك يا دكتور. تعالي يا ضحى. في ايه؟ في واحد بقاله كام يوم عمال يجي يسأل على حضرتك. الغريبة بقى انه مصر يعرف رقم موبايلك او عنوان بيتك. مش كده وبس، ده كل ما بيجي لازم يعمل مشاكل مع موظفين الامن على البوابة. مين ده يا بنتي؟ هو بيقول انه قريبك من البلد. قريبي من البلد؟ بلد ايه؟ هو صحيح حضرتك من سوهاج يا دكتورة؟ لا والله يا ريت يا بنتي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.